عملية خاطفة نفذها الجيش الإسرائيلي في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة صباح اليوم. العملية نجحت في تحرير 4 من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس بعد أن تمت في موقعين متقاربين في منطقة النصيرات. وفق إعلان الجيش الإسرائيلي، فالمحتجزين الذين تم تحريرهم هم 3 رجال وامرأة اختطفوا في هجوم 7 أكتوبر. وخلال العملية التي تعد الثالثة والأكبر لاستعادة رهائن منذ بدء الحرب، اندلع قتال عنيف بين الأسيرين والجيش الإسرائيلي الذي استخدم غطاء ناريا كثيفا لحماية قواته، الأمر الذي أدى لمقتل 210 فلسطينيين وإلى جرح أكثر من 400 بينهم أطفال ونساء. ومن جهتها، قالت كتائب القسم الجناح العسكري لحركة حماس إن الجيش الإسرائيلي تمكن عبر ارتكاب مجازر من تحرير بعض أسراه، لكنه في الوقت نفسه قتل بعضهم أثناء العملية، وأن العملية ستشكل خطرا كبيرا على الأسرى الإسرائيليين وسيكون لها أثر سلبي على ظروفهم وحياتهم. אלון, אנחנו רוצים עכשיו... אני עומד לך.